من المكان الصالح. المكان الصالح، اترك الأمكنة الفاجرة أهلها. الصيف جاي والسعيدية غادي تعمر بالعراق، عليك أن تخشى أن يدركك الموت مع العراق الغافلين. الأعراس فيها الاختلاط، إياك إياك أن تنسى ربك في تلك اللحظة وتدخلون الخمر إلى بيوت العرسان. أمكنة يحذر منها العاب، فلا يذهب إلا إلى المكان الصالح أهله، حتى إذا جاءك الموت في ذاك المكان فإن الله تعالى يجعلك ممن لا يشقى جليسهم. حتى ولو لم تكن صالحا ووجدت مع الصالحين فذلك من حسن الختام، فإن الله يدخلك فيهم ويجعلك ممن كتب لهم الله السعادة.